نجوم كتير جدا ودعوا المنتج الكبير محمد حسن رمزي وشاركوه في عزائه بمنتهى الحزن والأسى. كاميرا عربوت كانت موجودة هناك. ان شاء الله يبقى في حته احسن. واحنا فقدنا اعظم راجل في العالم، واحنا بمستوى الشخصي فقدنا اعظم اب في الدنيا. ربنا يصبرنا، وانا بعزي السينما المصريه كلها. يعني خساره كبيره للفن والصناعه ولي انا شخصيا كل اعمالي بدايه من البطنيه. ورحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته، كان احد اركان السينما المصريه الهامه في الانتاج والتوزيع، وكان لآخر لحظة في حياتي يحاول أن ينهض بفن السينما والسينما في يعني لكي تصل إلى العالمية وإلى مستوى يعني له رسالة هامة في السينما المصرية. بقاء لله، وربنا يجمعنا معاه على ألف خير يا رب. وراجل كانت سمعته يعني عمره ما أذى حد وعمره ما ضايق حد، وربنا يصبره يا رب، ربنا يصبر أهله ويصبرنا جميعا يا رب. والله يرحمه، كان شيء مهم في تاريخ الصناعة وفقد نار حقيقية. بقول الله وربنا يحتسبه، عنده شهيد بحق جانب. احنا افتقدناك جدا، وانا عندي انطباع، انا قلته لسه قايله، ان السينما المصرية ماتت بعدم وجود استاذ محمد. كان شايل السينما على كتافه. ربنا يستر والجيل اللي جاي، مع اني اعتقد ان هو مش هيسد فراغ استاذ محمد. ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنه ان شاء الله بقدر ما قدم من انسانياته وعظمته. احنا بنخسر فنانين كبار ورجال محترمين قل انهم يتوجدوا، فربنا يرحمهم ويرزق مصر بناس زيهم. بعزي كل افراد اسرته، الفنان شريف رمزي، بعزي اخته الاستاذه هدى رمزي، بعزي جميع المصريين، وبطلب لي الرحمه من ربنا مره اخرى. بنعزي انفسنا جميعا، يعني انسان يعني ربنا يرحمه. السينما خسرت كتير قوي 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 قوي، ربنا يعوضنا عليه خير ان شاء الله. الله يرحمه ان شاء الله. انا لله وانا اليه راجعون. خساره كبيره جدا، لكن العمر بيد الله وربنا يرحمه ان شاء الله. وطبعا دي خساره كبيره جدا لنا كلنا، وفقدنا صديق واخ واستاذ كبير جدا في هذه الصناعه. بعزي نفسي لان محمد حسن رمزي عشره عمر طويله، وانسان وصديق عزيز يعني علي انا يعني بشكل خاص، وطول عمره عاشق للسينما المصرية ولصناعة السينما المصرية. من مفاجأة برنامج عرب وود، كان عندنا لقاء مع شخصية فنية مهمة جدا غاب عن الفن رغم نجوميته، وهو الطفل. مفاجأتنا النهاردة الفنان أحمد فرحات، أشهر طفل في تاريخ السينما المصرية. تعالوا بقى نشوف سبب رجوع للفن في مسرحية الحقونة وسبب غيابه الفترة الطويلة اللي فاتت دي إيه. يلا بينا. فهمني بقى بالراحة حكاية العفريت اللي أنت شفته. أخدت سوعي بودرة من البلالة ورحت حطيته في النار، ولقيت الدخان مرة الأوضة، ولقيت اللي يقول لي صبيك لبيك عبدك بين يديك، انا اتخضيت ورحت بسرعة. هو الاخر من خضيته عليك انحرق. ده حاجة هو اتحرك مني انا وصرفوش اوام. احسن حاجة عملتها انك سفت وانحرق. العفريت الشهيد ده حبيبي وروحي وعقلي، الهي يسعدك يا مرحوم حرقا في معمل ابويك. انت فرحان كده ليه ان العفريت اتحرق؟ اصله عفرت لنا الطاقية دي بقى الطاقية لخفة. طاقية لخفة. مسرحية فكاهية جميلة بتعمل على الوطن العربي، وإن هم متألفين في الكابريهات في الحاجة يعني في خط السياسة شوية، بس أنا بحب الكوميدي، أنا ما بموتش حاجة اسمها كوميدية، وخصوصا كوميدي تسمعين ياسين، كوميديا الفرصة الجميلة
اللي بتضحك الواحد تماما يعني. وانا ليا دور فلسطيني، شاب فلسطيني باجي طبعا في مصر نقص في كوريات وبتاع، ودور جميل وحلو. وبعدين الله يكون في عون المنتج الاستاذ علاء نور طبعا، انه هينتج مسرح قطاع خاص، وانت عارف المسرح دلوقتي مش قوي يعني، لكن بيهوى فن لازم يستمر فيه وبيعمل اي حاجه. وان شاء الله انا نزل لي فيلم اسمه طنبوله على اجازه نص السنه ان شاء الله، وفي فوازير وستكم وكوره خفيه على رمضان ان شاء الله، لان رجعت الفن ورجعت بقوه. انا بعد النكسه 67 كنت طالب في ثانوي، فالفنانين كلهم سافروا بيروت، وانا ماليش فن ولا سيمه. لما دخل كوميك السيمه نمره 2 بعد القطن، مفيش سيمه. فكملت تعليمي، خدت معهد عالي صناعي، واشتغلت في رئاسه الجمهوريه اتصالات، في الاتصالات. لما اتحلت على المعاش الهوايه في دمي، فقلت ارجع للفن تاني، والحمد لله رجعت للفن تاني. قبل الأصول تكلميني أنا شوية وتسيب الأحسان يتكلموا لوحدهم. ناصح يا مضروب، ناصح قوي. تعال طبعا مع بنات الحميد كانت تقيتلك فنيازي مصطفى أستاذ الخدع الجميل، فكان بيشغلنا كتير يعني. جينا مثلا لغايه الساعه 3 بالليل وتعبانين احنا والعمال وكل القصد تعبانين، وهو شغال. يا عم احنا تعبنا. فراح عامل حركه اللي هي تصحصح الناس، قال لي هحطها، وما كانش فيه بوسه وبتاع، هخليك تبوس بالله انت يا ابو حميد، يلا يا عم ماشيه معاك. ومن ساعتها اي حد يقابلني يقول لي يا بختك، بص يا مدام بالله انت، وبص يا مدام هند كمان في فيلم اشاعه حب. يا سلام يا حماده، انت كنت عظيم. متشكرين يا مدام. يا اختي يا اختي، اسمع يا احمد، انا عايزاك في خدمه، ممكن؟ عينيا الاثنين. تعالى معاك. فعملت افلام كتير وجميلة، والزمن الفني الجميل. كان ايه الفرق بين الزمن الفني الجميل والنهارده؟ كان زمان في اخلاص، في حب، في مصبرة، في هواية بجد، مفيش البحث عن الفلوس. النهارده طبعا في ناس عندهم هواية وفي ناس تبحث عن الفلوس فقط. وبكده خلصت حلقتنا النهارده يا احمد من عرب، ودي رايك النهارده في الحلقة؟ مدينا ايه، خلصت بسرعة، بس ان شاء الله بكرة في عندنا حلقة جديدة اكيد فيها اسرار وفيها اخبار اكتر أكيد. مش هتلاقوها في اي مكان تاني غير هنا معانا بس في عرب وود. سلام.